هاي شقتي انا دفعت دم قلبي عليها عشان اعفشها واظبطها، يعني فيش الي معفشاها، كل الشيء كان جديد. 3 اشهر بس كان عندك هنا كله، هنا صاله كبيره، هنا غرفه ضيوف، هنا طاوله سفره. الغرفه هاي كانت غرفه القعده. هو كان يعني بالنسبة لي حلم، يعني حلم إنه يكون عندي بيت وإنه يكون عندي أستقر فيه وهيك وبيتي. وللعلم أنا وماما لحالنا عايشين في هذه الشقة. صار إنه هلأ فيش في قطاع غزة أي بيت آمن ولا أي منطقة آمنة.